تصير مثقف بدك تصير مثقف مشترك، اذا انت مش مشتغل لا منك ولا من ثقافتك. أول مرة يعني أنا صرت 18 سنة بسمع اللي هو مصطلح إطلاق نار على مسافة صفر. نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال.